وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث فيه فوائد عديدة. أول هذه الفوائد إثبات صفتي الرضا والكراهية لله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يرضى ويكره، يرضى على من استحق الرضا ويكره ما يستحق الكراهية. ودليل ذلك من القرآن، أي دليل هاتين الصفتين، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تبارك وتعالى يرضى، ودليل أن الله عز وجل يكره، قال الله عز وجل في نفس السورة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهذه الصفات عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتونها لله عز وجل على حقيقتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يعني إذا سئلت هل الله عز وجل يرضى؟ الجواب نعم. هل الله عز وجل يكره؟ الجواب نعم. والأدلة ذكرناها من القرآن وكذلك من هذا الحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفات قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل صفة ثبتت في القرآن وفي السنة الصحيحة لله تبارك وتعالى فنحن نثبتها، نثبت هذه الصفة، ولا نكيف ولا نمثل الله عز وجل بشيء من مخلوقاته، لأنه قال: ليس كمثله شيء، فنفى الله عز وجل المثلية وأثبت الصفة فقال: وهو السميع البصير. دي قاعدة عظيمة جدا ما بتلقاها عند أهل البدع، ما بتلقى عندهم هذه القاعدة. هذه قاعدة راسخة وهي من الإيمان بالله عز وجل، تدخل في الإيمان بالله، وهذا أول ركن من أركان الإيمان. الفائدة الثانية من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أمورا يرضاها الله عز وجل، وذكر لنا أمورا يكرهها الله تبارك وتعالى، من أجل أننا نفعل ما يحبه الله ونترك ما يكرهه الله. من هذه الأشياء، هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثالثة أن هذه الثلاثة هي ليست على سبيل الحصر، إنما هي على سبيل المثال، وفي القرآن والسنة شواهد كثيرة على هذه الأعداد التي ترد، كما قال الله عز وجل: استغفر لهم، في شأن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا لا يعني أنه لو استغفر 71 أو 80 أو 90 أن الله سيغفر لهم، ولكن كما قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله أن هذه الأعداد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وترد كثيرا في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الفائدة التي بعدها أن الله عز وجل أول شيء وأهم شيء يرضاه الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده ولا يشرك معه أحد. إن الله يرضى لكم 3 يرضى لكم أن تعبدوه،
ولا تشركوا به شيئا. دي أهم حاجة وأكثر حاجة ترضي الله عز وجل. ومن أجل هذا خلق البشر، بل خلق الجن كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل هذا عبادة الله عز وجل وأن لا يشرك بالله عز وجل أحد. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية هو كل اسم جامع لما أو هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، كلها عبادات يحبها الله تبارك وتعالى. والشرك لأنه لابد مع العبادة أن لا يشرك مع الله أحد، لأنك لو عبدت الله وجعلت معه شريك فأنت ما حققت هذه الجزئية. الشرك تعريفه هو جعل ند لله عز وجل في خاصية من خصائص الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، ضيعه الشرك. ضربنا لك أمثلة للعبادة، نأخذ مثال للشرك بالله عز وجل. من أمثلة الإشراك بالله تبارك وتعالى ما جاء في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة لمؤلفه عبد الرحيم وقيع الله البرعي، ده مثال للشرك. عبد الرحيم وقيع الله البرعي في قصيدة أحمد الطيب بن البشير قال البرعي: ألم ترى أن الله أيده، أي أيد من؟ ابن البشير. وده من الكذب والافتراء على الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من قال لك الله أيده بالحاجات دي يا برعي؟ لكن انت زول كذاب. لكن اللي بيغني على الشعب السوداني منه؟ إنه البرعي كذاب. من اللي بيفهم الشعب السوداني؟ إلا من رحم الله. ألم ترى قال أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلب. قال أحمد الطيب ابن البشير: يحيي الموتى. ده كلام البرعي، وكذلك ده كلام محمد المنتصر لزيرك في غناة النيل الأزرق. وزي ما ذكر لك أخونا أبو النواس قال دخل واحد قسيس ولا قاش قسيس، قال دخلوا الإسلام. وإنت قال ده بيكون دخلوا كيف؟ القسيس طبعا بيكون ساله: شوف يا أحمد المنتصر، نحن هنا طبعا بننده يسوع، الشغل ده كيف عندكم؟ ده عادي. قال له: عادي، ما في حاجة، نحن ذاتنا بننده. أيوة ده دي مظبوط، بتنده؟ أي بننده نحن ذاتنا، إنتو مش يسوع؟ نحن برضو بننده البرعي. أيوة طيب محمد المنتصر، شوف نحن عندنا عيد اسمه عيد الميلاد، نحن ذاتنا عندنا عيد المولد. والله دينكم ده مظبوط يا أخي 100%. والله أها نحن طبعا عندنا سبحة، النصارى ما عندهم سبحة، نحن ذاتنا عندنا سبحة، عندنا برضو نحن. يبقى ما مختلف معه أصلا كثير. دخلوا وين؟ إنت قالوا هو دخلوا التصوف مش دخلوا الإسلام، دخلوا التصوف. فأصلا هو ما مرق من محله، هو قاعد، لكن تغيير مسميات، عرفتها؟ زي حولوا من مدرسة لمدرسة، هو هنا كان في أولى ثانوي، حولوا من هنا جابوه هنا، نفس أولى ثانوي بيجا في النهاية أولى ثانوي، فهمت؟ يبقى ما مشى بعيد، تغيير مسميات بس، من نصراني بقى صوفي، غير المسمى والعملة واحدة في النهاية، فهمت؟ فده نموذج للإشراك بالله تبارك وتعالى. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا. والآن المتصوفة هم الذين يروجون ويدعون الناس إلى الشرك، ودارين يدعو الناس لآلهتهم الباطلة من معبوداتهم الشيوخ وغيرهم، كما قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. الله قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا بعدين يوم القيامة. في النهاية داري سوقك وتمش تعبد الشيخ، ده الدين بتاع التصوف. إذا التصوف لا يرضي الله عز وجل. انت لاحظ معي ما النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى، دي أول حاجة. الصوفية
ما يرضي الله تبارك وتعالى، وأعمالهم ودينهم لا يرضي الله عز وجل. إنت لو دار الله يسخطك ها ويغضب عليك ها ويكرهك أمشي أبقى صوفي. حديث واضح، لأنه ربنا إذا كان يرضى أن يعبد فإنه يكره أن يشرك به. إنت لو دار الله يكرهك جد جد أمشي أبقى صوفي كده، إنت يا داب دخلت طريق الله بيكرهك ويسخط عليك، وما قالك لو ما تبت يوم القيامة في جهنم، لأن الله عز وجل لا يحب الكافرين. الكافرين ما قالوا وين؟ في جهنم بعدين يوم القيامة. الصفة الثانية اللي بيحبها الله عز وجل، تنتبه للصفات دي عشان تتوفر فيك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف بيديك صفة وبيمنعك من ضدها طوالي، أن تعتصموا بحبل الله. وحبل الله هو القرآن الكريم، حبل الله هي السنة النبوية. تعتصموا زي ما ربنا قال في سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلكم جميعا دي ما فيها استثناء، مأمورين إنه نعتصم بحبل الله كلنا. ونهانا الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام أن لا نتفرق. هل دي الليلة موجودة؟ لا ما في. نحن تفرقنا الآن، الأمة مقسمة لطوائف طرق جماعات، زي ما الله قال كل حزب بما لديهم فرحون. إنت لا يقدر تعرفها، تعال لف الواقع. أي ناس فرحانين بالعيدنا، أمشي للصوفية قل لهم أنتوا كيف؟ أوه أوه نحن أهل الله، نحن من دخل طريقتنا وأكل كسرتنا دخل الجنة من غير حساب ولا عقاب. نحن زينا منو؟ نحن أحفاد المصطفى، نحن أهل البيت، نحن وفي النهاية ما عندهم أي حاجة. ديل الصوفية فرحانين، ما الله قال لك كده كل حزب بما لديهم شنو؟ فرحون. فكوا الصوفي كده، فكوا. أمسك الأخ المسلم، ماذا يقول المجتمع السوداني؟ ده الدين في السودان عبارة عن كوكتيل. أمسك الأخ المسلم، أها أنت كيف؟ أوه نحن إن كنت حيرانا أقبل على دربنا. إن كنت هو أكبر حيران، لكن اللي بيفهموا منه. امبارح القريبة دي شغالين بالليل هناك تحت الكوبري بتاع المنشية، بننصح الشباب الشباب الضايع اللي ما لاقي زول يكلمه ده هناك بالليل. شغال معانا موازي دكتور عصام أحمد البشير، موازي معانا طوالي هناك تحت الكوبري شغالهم، وأخوات مهيرة وما تعرف بنات نسيبة وهذه البلاد وما تعرف شنو. يا مولانا انت جاي منك هنا عشان تتكلم في موضوع زي ده؟ انت عارف انتهى بجاي الموسيقى دورت. طبعا لما انت مش تخوض جوا تلقاه بيرقص مع الجماعة وعامل كده، الله أكبر الله أكبر، الموسيقى شغالة وتلقى منطط الله أكبر. هي لله، وين هي لله؟ دي الموسيقى دي لله؟ ها شوف اللعب بتاع الإخوان المسلمين، والله عاملين خيمة قدر الليل وبكرة. عصام أحمد البشير بيتكلم مبارح، بدل ما يقول للناس يا أخي هذه عياد النصارى واتقوا الله، شغال لهم كلام ما منه أي فايدة. ديل جماعة الإخوان المسلمين، فكهم خليهم كده. تاني تمسك منه، أمسك كده البلاغاتية ديك تعين جامع جبرة، الجماعة اللي بيمشوا حفيانين وبيمشوا في الشمس ديل ما عندهم أي موضوع. والله مرة ماشيين الديوام لقيناهم في الخلا ماشيين شايلين شنطهم في ظهرهم والمواصلات ماشية، يقول لك لا ما تركب، ومعهم ناس عوام مساكين. أنا قلت لهم والله العوام ديل بيكونوا سيبوا لهم بس ما لاقين فرقة يتكلموا، سايقينهم في الخلا ماشيين بكرعينهم والمواصلات شغالة، يقول لك لا لابد أن نقبر أقدامنا في سبيل الله. هذول أنت هذول مجنون ساكت كده في سبيل الله بالطريقة دي؟ لا لو ركبت يعني ما في سبيل الله، لو ركبت ما في سبيل الله يعني. دل برضو بقول لك نحن زينا ما في، نحن أحسن ناس ونحن نخرج في سبيل الله، وغيرنا ما في زول بيخرج، ونحن أكثر ناس بندعو واو واو. فيكم خليهم، تعال امسك ديل الجماعة ديل صار السنة. أها أنتوا كيف يا ناس؟ أوه نحن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة عليكم بالجماعة.
يقول لك عليكم بالجماعة، فإنما تأكل الذئب من القنم القاسية، والله تك خشيت معهم يا كي أداب أكلك الذئب، والله لو خشيت مع النازل يا أداب يأكلك الذئب، لأنه ما فاهمين الحديث غلط. أنت قال الجماعة دي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنتو، قال جماعة أنصار السنة المحمدية، يا دول دي الناس موهومين ساو، نحن جماعة ونحن وما نحن كل عبارة عن شغل، زي ما الله قال كل حزب بما لديهم فرحون. الدين ده ما فيه أحزاب ولا فيه طوائف ولا فيه جماعات، ولو كانوا ده الحق عشان تشوف شوف أصو شيء حق ما بيتفرق، أصو فيها مش بيقى طرق كثيرة، والإخوان المسلمين مش أحزاب كثيرة، تعال امسك ديل انتوا طالما انتوا الفرقة الناجية ما بقيت واحد ليه؟ ها؟ بهناك جمعية، بهنا مركز عام، بهنا ما تعرف إصلاح، الجمعية ذاتها بهناك اتقسمت اثنين، جمعية ما تعرف كرور، جمعية ليبيا خلا، ما تعرف شنو شو شنو دين ولا الموضوع شنو بالضبط. يجيك واحد يقول لك لا نحن متفقون في المنهج، طيب اختلفتوا ليه؟ لكن اختلفنا في الكراسي، كراسي؟ وانت لو بتعرف منهج يفرق الكرسي، كرسي يكسر راسك، لو بتعرف منهج يفرق الكرسي كيف؟ اعمل كرسي منه ذاته، تقعد في كرسي مالك، ما مش عندك منبر، اطلع المنبر ده اتكلم للناس وريهم الحاصل، يقول لك اختلفنا في الكراسي، اوعى يغشك ابدقن، يقول لك المنهج واحد، زي ما كان بيغشنا ده، زمان كان بيغشنا، يقول لك في النهاية منهج واحد. لكن طبعا هو اختلاف بتاع الكراسي، وانت بتختلف في الكراسي ليه؟ طالما المنهج واحد، ليه تختلف في الكرسي؟ وكرسي بتاع شنو ذاته؟ كرسي شنو يعني بالضبط؟ كرسي بتاع السلطة وما تعرف شنو؟ وهو ذاته الغريب اللي بيقول لك اختلاف كراسي، ها؟ ده ذاته بيتهم الصحابة، يقول لك الصحابة اختلفوا وتنازعوا في السلطة، ده ذاته عمك البيجاي ده. شوف ده كله مخالف لما يرضي الله عز وجل. انت لو دار الله يرضى عنك ما تنتمي لأي جماعة ولا لأي حزب ولا لأي طائفة، كلها ما تنتمي لها، عرفتها؟ آخر حاجة أختم بها، وإن كان الحديث لسه طويل، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، مناصحة أولياء الأمور من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الدين النصيحة. لكن مناصحة ولاة الأمور لها ضابط ما بتلقاه عند الجمادل، الضابط ده عندهم ماف، هذا الضابط أن المناصحة تكون فيما بينك وبين ولي الأمر، سواء كان الرئيس أو النائب أو الولاة أو غيرهم، كل من له سلطة دار تنصحه، ما تمس زي الدكتور بتاعهم نائب الرئيس العام دكتور محمد الأمين إسماعيل، ده قال بينصح الناس الولاة من فوق المنبر، يا وزير ما تعرف المالية استغيل، يا وزير المالية استغيل عشان تركب انت يعني، وانت كان ركبت بتنفع، استغيل يا وزير المالية، يا دول ده ما دين. لما انقرصوا جابوا في أبو آدم هناك عملوا له لغاء سري، انت بتعمل سري ليه؟ انت جهاز امن؟ لا. استخبارات؟ لا. طيب تعمل اجتماع سري ليه؟ عاملين اجتماع سري لكن الله كشفهم، والله ما شاء زول عمي، زول عمي صورهم صوت وصورة وجاب لي انا التصوير والفيديو، قالوا لي يا شيخ الشباب ديل طبعا قالوا انت بتناصح تخرج على الحكام وكذا، قال لهم والله ده ما خروج، لانه انا الحاكم قال لي يتكلم في الزول ده، بالله انت يقول لك انت يتكلم في وزير المالية وانت من ذاتك عشان يقول لك كده، لكن ده كله لعب بالدين، ده كله لعب بالدين ولعب على عقول المسلمين. ضابط النصيحة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني عليه رحمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ناصحا لذي سلطان، أي ذول من كان أي ذول ناصحا لذي سلطان، أي صاحب سلطة، فلا يبديها أي النصيحة له علانية، يعني للسلطان ما تنصح جنب الناس، وإنما ليأخذ بيده ولينصحه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك
وإلا فقد أدى الذي عليه. ده هو الضابط بتاع النصيحة. دار تنصح أمشي له هناك، ما تقول لي ما بدخلوني، ما بدخلوك خلاص عملت عليك. أما لو دخلوك أمشي أنصحه هناك محل ما قاعد. أما في المنبر فهذا منهج الخوارج، وهذا منهج الإخوان المسلمين، ومنهج السرورية الذين يدعون الناس إلى الخروج على الحكام. والفوائد كثيرة، لكن أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم الشيخ شهاب.